كاع دوك المشاريع الكبرى اللي كانت تصدر الساكنه كاينين حاضرين على حسابي انت الطرق كتمشي للعريش كاينه الطرق ديال مولاي بوسلعه ديال مولاي عسال العريش تطوان كاينه لا 417 اللي مهمه جدا كتمشي للفحص كاينه الطريق اللي كضرب على تطوان والفحص كاين الطريق الدائري ديال الدار الجديده اللي كدير الدائرة الدارية الجديدة اللي من 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 البور حتى 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 السقسطسة كنمشيو جميع الطرق المهيكلة وزان الشاون كاينة الشاون طريق رقم واحد كاينة فجميع كنظن أن جميع الطرق المهيكلة كاينة واحد الطريق اللي ما كايناش كنطلب على طلب ديالي هو بين واد لا وتطوان دي دوبل موبيل لا مخسر دار كنتفق مع هذا مخسر دار لان كيكون واحد الاقتصاد كبير بزاف مخسر دار دي دوبل مخسر مي الطرق الكبرى كاينه كاينه علاقة فيما يتعد انا كنظن ان كنتمنى ان في 2027 ان شاء الله غادي يكون تقويم ديال كل شهر كل سنه نديرو تقييم يعني ماشي مقطع الا ما درناش هذا الشيء كله راه غادي يكون زعما غادي كنا اما نجحنا كاملين ولا سقطنا كاملين ما يمكنش ما خصناش نسجلوا هذه الفرصه هذه لان هذا البرنامج انا كنقول لكم كنعتز به واقعي وهذه نجحوا فيه ان شاء الله لان كاين واحد الاراده قويه وعزيمه قويه ديال المنتخبين ديال الجهه سير ميور بي دي ار اللي كاين اللي كنعرف عليه